هنبدأ مع بعض بإذن الله لارينكس أو لاركس، الحنجرة عشان نعرف عنها كل حاجة لازم نبدأ طبعا بالأناتومي. الأناتومي بتاع اللاركس لازم تتخيل معايا شوية وتركز معايا بالله عليك في الصور وفي البرنامج والفيديوهات، فحاول ايه تركز معايا. الأناتومي بتاع اللاركس، اللاركس أصلا بتتكون من ايه يا دكتور؟ اللاركس بتتكون من كارتليجز، من غضاريف، من ليجامنتس أربطة، من ماسلز عضلات، من جوينتس مفاصل، ومغطي كل ده ميوكس ممبرين. يعني اللاركس بتتكون من كارتليج، ليجامنت، ماسل، جوينتس، ميوكس ممبرين. هنتكلم عن كل واحدة من دول، هنتكلم عن كل واحدة من دول. فاحنا عايزين نبدأ كده بالليفل بتاع اللاركس، مكان اللاركس بالظبط. اللاركس الليفل بتاعها فين يا دكتور؟ زي ما انت شايف كده، هي قدام في الرقبة، قدام في الرقبة اهي، ادي اللاركس، ادي الهايويد بون، ودي اللارينجال بروميننس، وده الكريكويد والسيرويد. طيب يعني انت دلوقتي بتكلمني ان اللاركس موجودة هنا؟ يا سيدي اللاركس موجودة هنا. طب وريني بقى يا دكتور موجودة فين بالظبط؟ هقول لك اللاركس موجودة بين C3 وC6، السيرفايكال فيرتبري 3 والسيرفايكال فيرتبري 6. اول حاجة السي 6 موجود عندها ايه او بتقابل ايه؟ بتقابل التب بتاع الابيجلوتس، بتقابل الراس او القمة بتاعت لسان المزمار الابيجلوتس. يبقى الابيجلوتس فين؟ ام سي كيو، عند سي 3. التب بتاعت الابيجلوتس فين؟ عند سي 3. بداية الحنجرة فين؟ عند سي 3. طيب نهاية الحنجرة فين؟ نهاية الحنجرة عند سي 6. نهاية الحنجرة عند سي 6. طول كده على سي 6، هتروح فين؟ عند اللور بوردر بتاع الكريكويد كارتليج. يبقى اخر اللاركس ايه؟ اللور بوردر بتاع الكريكويد كارتليج، اللي بينتهي فين يا دكتور؟ اللي موجود فين؟ قدام سي 6. يبقى اللاركس من سي 3 لسي 6، من السيرفايكال فيرتبري الفقرة سي 3 للفقرة سي 6، بتبدأ بإيه؟ بتبدأ بلسان المزمار التب بتاع الإبيجلوتس، وبتنتهي عند اللور بوردر بتاع الكريكويد كارتليج، اللي هو موجود أوبوزيت لإيه؟ مقابل لإيه يا دكتور؟ مقابل لسي 6، من سي 3 لسي 6. طيب بعد كده عايزين نتكلم واقول لك ان اللاركس وراه على طول او وراها على طول الفاركس. الفاركس بيتكون من فوق جزء نيزو فاركس، وتحت اورو فاركس، وورا اللاركس الهايبو فاركس. طيب يا دكتور يعني اللي ورا النوز نيزو فاركس، اللي ورا الاورال كافيتي او اللي ورا الماوس ورا البق الاورو فاركس، انما اللي ورا اللاركس هايبو فاركس. عشان كده ساعات بيسموا الهايبو فاركس ده لارينجيو فاركس. يبقى اللي ورا اللاركس هايبو فاركس، هايبو فاركس. قول لي يا دكتور بتبدأ منين؟ بتبدأ من عند سي 3 قدام سي 3، قدام سي 3 عند التب اوف الابيجلوتس، بتنتهي عند سي 6 عند اللور بوردر بتاع الكريكويد كارتليج. طب وراها ايه يا دكتور؟ وراها الهايبو فاركس، الهايبو فاركس. بعد كده عايزين نتكلم عن الشيب بتاعها، الشيب بتاعها او هي شبه ايه. هقول لك شبه ايه بالظبط. شفت القمع اللي انت بتعمله عشان تحط بيه الكريم شانتيه على الكنافة او على التورتة؟ شفت يا سيدي القمع اللي انت بتحطه في تانك البنزين عشان تزود بنزين العربية؟ هو ده بالظبط شبه القمع، فانل شيب، فانل شيب، فانل شيبد، شبه القمع. طولها بالظبط حوالي 4.5 سنتي في الميل، رقبتهم طويلة، انما في الفيميل رقبتهم اقصر سيكة، طولها حوالي 3.5 سنتي في الفيميل. يبقى الحنجرة شكلها ايه؟ شكلها فانل
شيب شبه الأمة. الكارتليج بتاعت الليركس يا دكتور، عايزين نتكلم عن الغضاريف. الغضاريف في منها غضاريف سنجل وغضاريف بيرد. اولا يعني ايه سنجل؟ يعني غضروف لوحده. طب يعني ايه بيرد؟ يعني زوجين من الغضاريف، يعني غضروف على اليمين وغضروف على الشمال. يعني في تلاتة سنجل وفيه تلاتة بيرد، تلاتة سنجل لوحدهم، واحد لوحده، وفي تلاتة بيرد كل واحد مع اخوه الناحية التانية، كل واحد مع اخوه الناحية التانية في التلاتة البيرد، انما التلاتة السنجل ده واحد لوحده. هنبدأ بالتلاتة السنجل، ايه هما؟ اول واحد هو الثيرويد كارتليج، ده الثيرويد كارتليج. تاني واحد اللي هو الكريكويد كارتليج، ده الكريكويد كارتليج. رابع تالت واحد اللي هو الابيجلوتس اللي هو لسان المزمار. اولا قبل ما نتكلم عايزين نعرف الشيب، ايه شكلهم؟ كل واحد فيهم ليه شكل. طيب شكل ده ايه؟ هقولك ده شبه الكتاب المفتوح. شفت الكتاب لما تيجي تفتحه كده بيبقى الكتاب مفتوح من ورا، والكتاب عامل صفحة هنا وصفحة هنا، هو الثيرويد بالظبط شبه الكتاب المفتوح، وهوريك صورته دلوقتي عن قرب وهنتكلم عنه بالتفصيل. طب الكريكويد كارتليج ده بيفكرك بإيه؟ يعني بص، عارف أقرب شبه ليه؟ عارف الخواتم بتاعت البنات، بالذات الخواتم اللي هي إيه؟ مش الدبلة بتاعت الولاد دي، لأ، الخاتم بتاع البنات اللي هو بيبقى فيه فصوص من قدام كده، وتيجي تلبسه تلاقي إيه؟ نص صباعها كده مش باين. أيوان هو ده بالظبط، شبه الخاتم، شبه السيجنت رينج، شبه الخاتم، مدور ومن قدام كده ايه كبير. طب يا دكتور الابيجلوتس ايه اللي انت شايفه؟ ده ورقة شجر، ورقة شجر شبه ورقة الشجر بالظبط، ليف لايك. يبقى كل واحد من الكارتليج السنجل دول ليهم شكل معين. اولا الثيرويد ده شبه الكتاب المفتوح، انما الكريكويد ده شبه الخاتم، السيجنت رينج، الخاتم ابو خصوص. الابيجلوتس ده ورقة شجر، ليف لايك. هنبدأ بالثيرويد كارتليج. عايزين نتكلم يا دكتور عن الثيرويد كارتليج، هتكلمنا عن ايه بالظبط في الثيرويد كارتليج؟ هقولك ان الثيرويد كارتليج ده بيتكون من اتنين لامينة، دي لامينة، ايوان دي لامينة اهي، والناحية التانية لامينة زيها، والاتنين بيتقابلوا مع بعض فيعملولك ادمز ابل. ياه يا دكتور ادمز ابل، اه يا سيدي هي دي تفاحة ادم، تفاحة ادم اللي بتبقى مور برومينانت في الرجالة. طب ليه بتبقى مور برومينانت في الرجالة؟ هقولك مور برومينانت في الرجالة عشان بتبقى واخدة زاوية 90، زاوية حادة، زاوية قائمة قصدي، انما في الفيميل بتبقى واخدة زاوية منفرجة 120 درجة، حوالي 120 درجة، فما متبانش بروزها، ما بيتبانش ان هي ادمز ابل، ما بيبانش في الفيميل تفاحة ادم، انما في الفيميل في الرجالة تلاقي تفاحة ادم دي بارزة كده، خصوصا بقى لو مش مربي دقنه ولا حاجة او ما عندوش دقن، تلاقي الثيرويد دي انجل دي باين، يعني تفاحة ادم هي الثيرويد انجل اللي انا مشاور عليها بالماوس. طيب يا دكتور الثيرويد بيتكون من اتنين لامينة بيتقابلوا مع بعض عند الثيرويد انجل، فالثيرويد انجل دي بيسموها اللارينجال بروسس او بيسموها الادمز ابل. الادمز ابل بتظهر في الميل اكتر في من الفيميل، اكتر من الفيميل ليه؟ لان في الميل بتبقى زاوية 90 درجة، زاوية قائمة، انما في الفيميل بتبقى حوالي 110 درجة، زاوية منفرج، فما بتظهرش قوي في الرقبة. تمام يا دكتور. طب بعد كده عايز تكلمنا عن ايه؟ هقول لك تعالى نشوف هنتكلموا عن ايه. هات لنا ده. اولا فوق خالص هتلاقي حاجة اسمها superior thyroid notch، superior thyroid notch اللي هو ده، هو ده، هو ده superior thyroid notch، superior thyroid notch. superior thyroid notch ده موجود فين؟ موجود نهو، يبقى اللامينة مع اللامينة عملوا لك ادمز ابل، وفي
السوبيريور ثايرويد نوتش. طب حرك يا دكتور الثايرويد. هقول لك الثايرويد ليه قرن من هنا كده بيسموه السوبيريور هورن، سوبيريور هورن، واللي تحت انفيريور هورن، الهورن التحتاني والهورن الفوقاني. يبقى سوبيريور هورن وانفيريور هورن، سوبيريور هورن وانفيريور هورن. ثايرويد كارتليج ما فيهوش اي حاجه. قلنا فيه ايه؟ قلنا فيه ان هو بيتكون من اتنين لامنه، الاتنين لامنه دول بيتقابلوا مع بعض يعملوا ادمز ابل في الميد لاين بالظبط. ادمز ابل دي موجوده اكتر في الرجال. بيقول لك الاوتر سيرفيس بتاع اللامنه اوبليك لاين، عليه اوبليك لاين عشان يدي اتاتشمنت للماسلز اللي احنا هنقولها كمان شويه. يعني اللامنه ده اهي، ده عايز اوريك اللامنه تاني. اللامنه ده اهي عليها اوبليك لاين بيدي اتاتشمنت للماسلز بتاعت اللارينكس بتاعت الحنجره. عايزين نخش بقى في الكريكويد. خلصنا الثايرويد كارتليج، عايزين نخش الكريكويد وبالتفصيل برضه يا دكتور. الكريكويد وهو اخر اللاركس لما قلنا عند سي 6، الكريكويد ده قلنا ان هو شبه الخاتم ابو فص، الخاتم ابو فص اللي هو السيجنت رينج، سيجنت شيبد رينج. طبعا ده هيالاين كارتليج، هيالاين كارتليج زي ما انت شايف اهو، سيجنت رينج. السيجنت رينج ده بيتكون من الجزء ده اهو اللي هو اسمه قرش، الجزء ده اللي اسمه قرش، انما الفص بتاع الخاتم يا سيدي اسمه اللامينا. يبقى جزء نارو اسمه قرش، ده بيبقى في الفرونت، والجزء التاني بيبقى برود بيهايند، ده اسمه اللامينا. يبقى جزء نارو اسمه قرش وجزء برود واسع اسمه لامينا. الكريكويد كارتليج مكانه فين بالظبط يا دكتور؟ مكانه بالظبط بين التراقية وبين الثايرويد كارتليج. الثايرويد كارتليج من فوق والتراقية من تحت، القصبة الهوائية من تحت. القصبة الهوائية ده دليل ان انا قلت لك ان اللور بوردر بتاع الكريكويد هو اخر اللاركس عند سي 6 بالظبط، قدام سي 6. يبقى من فوق الثايرويد ومن تحت التراقية. وبيقول لك كمان ان الكريكويد ده هو الاونلي كومبليت رينج في الريسبيراتوري تراكت. ايه موضوع الاونلي كومبليت رينج في الريسبيراتوري تراكت ده؟ هقول لك ان كل الكارتليج اللي موجوده في اللاركس مفتحه، حتى التراقيه الكارتليج مفتحه من ورا. التراقيه الكارتليج يا دكتور مفتحه من ورا؟ اه يا سيدي مفتحه من ورا. طب الثايرويد كارتليج؟ انا قلت لك كتاب مفتوح، مفتوح. يبقى الحاجه الوحيده اللي موجوده مش مفتوحه، او الحاجه الوحيده عباره عن رينج كامله، هو الكريكويد. طب ايه الفكره، ايه المغزى؟ هقول لك ان الاير واي ده لازم حاجه تفضل ماسكاه مفتوح، لازم تحط دعامه تخلي الاير واي باسج ده على طول مفتوح، لان انت اي انفلاميشن، اي التهاب ممكن يهيل بفايبروزس، ممكن يهيل بشويه فايبر تيجي تلزق لك الدنيا في بعضها، تقوم جايه قافله الاير واي ده خالص. سبحان الله، فربنا حاطط الكريكويد كارتليج ده عشان يخلي الايروي ده بيتنت، يخليه مفتوح على طول كدعامة. انت دلوقتي لما بيجي مثلا في حالات الكوروناري، حالات الكوروناري ده اللي انت عايز تركب لها دعامة في القلب، قسطرة في القلب وتخش تركب دعامة، بتخش تركب دعامة عشان تخلي الارتري ده يفضل مفتوح. الارتري بيقفل، فانت بتخش بقسطره وتركب دعامه عشان الارتري يفضل مفتوح. هنا سبحان الله ربنا عامل لك دعامه طبيعيه، الكريكويد كارتليج ده بيفضل مخلي الاير واي باسج مفتوح ما يقفلش، حتى لو حصل برونكوسبازم
حتى لو حصل انفلاميشن، حتى لو حصل ايه. فالكريكويد كارتليج ده حماية لللاركس، ما يخليش الدنيا تقفل وتتطبق على بعضها. ممكن طبعا يحصل برونكوسبازمو انفلاميشن، بس ما بيبقاش كسيفيريتي لو الكريكويد كارتليج ده مش موجود. لو الكريكويد كارتليج ده مش موجود كنت هتلاقي الدنيا طبقت على بعضها. طب يا دكتور، ادي الثايرويد كارتليج وده بيبين لك ان هو مفتوح، انما الكريكويد كارتليج ده مقفول من قدام ومقفول من ورا، فهيقول لك ان ده ذا اونلي كومبليت رينج ان الريسبيراتوري تراكت. الثايرويد والكريكويد كارتليج الاتنين هيالاين كارتليج، بس بيقول لك ان عند سن الـ40 بالظبط العيان او الراجل بيجي يقول لك يا دكتور انا حاسس بشويه وجع في رقبتي. الوجع اللي في رقبته ده ساعات بيبقى اوستيفيكيشن للثايرويد والكريكويد، لان هما هيالاين كارتليج ممكن يحصل فيهم اوستيفيكيشن، يعضموا بالمعنى المصري بقى، يعضموا اسمها يعضموا. انما الابيجلوتس ده الاستيك كارتليج ما بيعضمش. الابيجلوتس لسان المزمار ما ينفعش يبقى عظم، يعني مستحيل ده يبقى عظم، ده الاستيك كارتليج ما بيعضمش. طب وريني بقى يا دكتور لسان المزمار ده محطوط ازاي. ادي لسان المزمار زي ما انت شايفه كده، هو ده لسان المزمار اهو، لسان المزمار اهو، بص موجود ازاي، موجود بالظبط كده اهو، ماسك في الثايرويد من في البوستيريور بتاع اللامين او البوستيريور بتاع الميد لاين، وطبعا الفوكال كورد موجود اهي قدامك. طيب الايبيجلوتس ده عليه شوية بيتس بتطلع سيرو ميوسينوس جلاندس، بتفرز شوية ميوكس وسيروس سكريشن. الايبيجلوتس ده ممسوك بليجامنت في الهايويد اسمه الهايو ايبيجلوتيك ليجامنت. انت ممكن تشوف لسان المزمار ده تقول يا دكتور هو متساب كده وخلاص، يعني ماسك في الثايرويد كده وخلاص، يعني هل هو ماسك في الثايرويد كارتليج وخلاص؟ هقول لك لا، اكيد ممسوك بليجامنت. الليجامنت ده ماسك في العظمه بتاعت الهايويد بون بليجامنت اسمه هايو ايبيجلوتيك ليجامنت. يبقى لسان المزمار ماسك في الهايويد بون بليجامنت اسمه هايو ايبيجلوتيك ليجامنت، وماسك فيه الثايرويد كارتليج، متعلق بالثايرويد كارتليج، متعلق في الثايرويد كارتليج، وفوق في ليجامنت، يعني ممسوك من تحت وممسوك من فوق عشان طبعا حريه الحركه بتاعته، وممسوك كمان بثايرو ايبيجلوتيك ليجامنت. ثايرو ايبيجلوتيك ليجامنت هو ماسك في الثايرويد وكمان مربوط بليجامنت في الثايرويد اسمه ثايرو ايبيجلوتيك ليجامنت، وهو ده الايبيجلوتس او هو ده لسان المزمار. يبقى احنا خدنا مع بعض الثايرويد كارتليج، خدنا الكريكويد كارتليج، خدنا الايبيجلوتس او لسان المزمار. نخش بقى في البيرد. البيرد اللي هم ازواج، عندنا اريتينويد كارتليج وكورنيكيوليت كارتليج وكيونيفورم كارتليج. خلي بالك في حرف اس، كارتليجز، كارتليجز ده معناه ان هما بيرد، جزء واحد يمين وواحد شمال. نبدا بالاريتينويد كارتليج. الاريتينويد كارتليج ده ليه بيز وليه ايبكس، ليه بيز وليه ايبكس، يعني معنى كده ان الاريتينويد كارتليج ده بيراميدال في الشيب، بيراميدال في الشيب، وفوقه الكورنيكيوليت كارتليج، فوقه الكورنيكيوليت كارتليج. وتحته الكريكويد كارتليج، يعني فوقه الكورنيكيوليت وتحته الكريكويد. الاريتينويد ده ليه اتنين بروسس، ليه اتنين بروسس. اول بروسس اللي قدام ده اسمه الفوكال بروسس، وده اللي بيدي اتاتشمنت او اللي بيدي ماسكه او اللي بيدي اتصال للترو فوكال كورد. انما من هنا اسمه ماسكولار بروسس، ماسكولار بروسس. الفوكال بروسس
ده بيبروجكت هوريزونتالي فورورد لقدام وهوريزونتال، انما الماسكولار ده بيبروجكت لاترال على الجنب. بيدي اتاتشمنت لايه يا دكتور؟ بيدي اتاتشمنت للبوستيريور واللاترال كريكو اريتينويد مصل، بيدي للبوستيريور واللاترال كريكو اريتينويد مصل. من اسمه ادي الكريكويد وادي الاريتينويد، يبقى العضلة او العضلات اللي ماسكه الكريكويد بالاريتينويد، في عضلة لاترال وفي عضلة بوستيريور، يبقى في عضلة بوستيريور كريكو اريتينويد وفي عضلة اسمها لاترال كريكو اريتينويد، بياخدوا اتاتشمنت من ايه؟ بياخدوا من الماسكولار بروسس اللي موجود لاترالي في الاريتينويد. يبقى الاريتينويد بيراميدال في الشيب، بيراميدال في الشيب، بيراميدال في الشيب، ليه بيز وليه ايبكس، قاعد على ايه؟ قاعد على الكريكويد. ليه اتنين بروسس، اول بروسس اسمه فوكال وده ماشي فورورد لقدام وهوريزونتال، وفي اللي بيبص لاترال ده الماسكولار بروسس. طيب الفوكال بروسس من اسمه بيدي الفوكال كورد، بيدي اتاتشمنت للفوكال كورد، انما اللاترال او الماسكولار بروسس اللي باصص لاترالي او بروجكت لاترالي بيدي من اسمه لاتنين ماسل، اول ماسل اللي هي البوستيريور كريكو اريتينويد ماسل واللاترال كريكو اريتينويد ماسل. كده خلصنا الثايرويد وخلصنا الكريكويد وخلصنا الايبيجلوتس وخلصنا الاريتينويد، بقى لنا غضروفين صغيرين، واحد اسمه الكورنيكيوليت وواحد اسمه الكيونيفورم. الكورنيكيوليت ده هو موجود في حاجة اسمها اري ايبيجلوتك ليجامنت، اري ايبيجلوتك ليجامنت موجود في ايه؟ اري ايبيجلوتك ليجامنت، ليجامنت بين الاريتينويد وبين الايبيجلوتس. الليجامنت ده مهم عشان يحافظ على الايروي، يعني من الاخر الكارتليج دول او الاتنين كارتليج دول بيشتغلوا كدعامة للليجامنت ده، لان الليجامنت ده مهم في اللاركس، فبالتالي الكارتليج دي بتشتغل كدعامة للليجامنت، اسمهم ايه؟ الكيوني فورم والكورنيكيوليت. موجودين فين؟ موجودين في الاري ايبيجلوتيك ليجامنت. هنتكلم عن مفصلين بقى موجودين في اللاركس او موجودين في الحنجرة. اول مفصل معانا، اول مفصل معانا اللي هو المفصل اللي بين الكريكويد وبين الثايرويد، اسمه كريكو ثايرويد، اسمه كريكو ثايرويد، بيبان من البوستيريور فيو، هتلاقيه خصوصا مع الانفيريور هورن بتاعت الثايرويد كارتليج، وهتلاقي كمان الكريكو اريتينويد جوينت، كريكو اريتينويد جوينت ده لسه قايلينه من شويه بين الاريتينويد وبين الكريكويد كارتليج. خلصنا دكتور الكارتليج وخلصنا الاتنين جوينت اللي ما بينهم بالظبط. طيب عايزين دلوقتي نتكلم عن الممبرينز والليجامنت، عندنا اكسترنسك ممبرين وعندنا انترنسك ممبرين. هنبدأ في الاول خالص بالاكسترنسك ممبرين اللي موجودين عندنا في الكتاب، اللي موجودين عندنا في الكتاب هو منقي اربعة، سيروهيويد ممبرين وكريكو تراكيال ليجامنت وهايبو هايو ايبيجلوتيك ليجامنت والثايرو ايبيجلوتيك ليجامنت. طب يا دكتور تعالى كده ورينا الليجامنت دي فين. الاكسترنسك ممبرين اند اكسترنسك ليجامنت، اولا عندنا ممبرين ماسك الثايرويد بالهايويد، ماسك الثايرويد، ادي الثايرويد اهي، ادي الثايرويد كارتليج،
ماسكوا بيه الهايويد بون. يبقى عندنا ثايرو هايويد ميمبرين من اسمه، ثايرويد مع هايويد، ثايرويد مع هايويد، يعمل لك ما بينهم ايه؟ ثايرو هايويد ميمبرين. طيب الثايرو هايويد ميمبرين ده هو، في ناس بتقول ان هو جزء داخلي وجزء خارجي، يعني في ناس بتقسمه ان هو جزء ميديان اسمه ميديان ثايرو هايويد ليجامنت، ده طالع من النوتش، مش قلت لك في نوتش على الثايرويد كارتليج من فوق، طالع من النوتش ماسك في البادي بتاع الهايويد، او طالع من البادي ماسك في النوتش. المهم ان هو بين الثايرويد من فوق والهايويد من تحت، خصوصا عند النوتش. وفي بعد كده الجزء اللي هو الخارجي، الجزء الخارجي اللي هو اللاترال سايرو هايويد ليجامنت، ماسك في السوبيريور هورن وفي الجريتر هورن بتاع الهايويد، لاترال سايرو هايويد ليجامنت. يعني السايرو هايويد ليجامنت يا دكتور بين الابر بوردر بتاع الثايرويد كارتليج، طالع على فوق على فوق على فوق على البوستيريور سيرفيس بتاع الهايويد، على البوستيريور سيرفيس بتاع الهايويد. بيقول لك ان ده بيرسد اصلا بالسوبيريور لارينجيال فيزل اند انترنال لارينجيال نيرف، بيخرمه. لو بصيت هتلاقيه مخروم، بيخرمه ايه؟ السوبيريور لارينجيال فيزلز اند انترنال لارينجيال نيرف. طب يا دكتور ده اللي اسمه ثايرو هايويد ميمبرين. تاني حاجة عندنا اللاترال ثايرو هايويد ليجامنت، قلنا ان هو الثايرو هايويد بيتقسم لميديان ولاترال. بعد كده عندنا الكريكو ثايرويد ليجامنت او الميديان كريكو ثايرويد ليجامنت. هو في بين الثايرويد والكريكويد اصلا ميمبرين، في بين الثايرويد وبين الكريكويد ميمبرين. طب يا دكتور ايه اللي حصل في الميمبرين ده؟ هقول لك الميمبرين ده جه من النص وتخن، يعني بدل ما بقى ميمبرين بقى ليجامنت بسبب ان هو تخن، عشان طبعا يعمل دعامة ويستحمل، فسموه ميديان كريكو ثايرويد ليجامنت اللي موجود في الكريكو ثايرويد ميمبرين. يعني في كريكو ثايرويد ميمبرين ده كامل، انما الحتة اللي في النص ده الميمبرين تخن، فسموه كريكو ثايرويد ليجامنت، كريكو ثايرويد ليجامنت. طالع طبعا بين الثايرويد زي ما انت شايف وبين الكريكويد، طالع بين الثايرويد وبين الكريكويد. عندنا بقى حاجة بين الكريكويد وبين الفيرست اوف تراقية اسمه كريكو تراقية. بص معظمهم من اسمائهم، منين لفين من اسمائهم، يعني في كريكو تراقية بين الكريكويد كارتليج وبين الفيرست رينج بتاعت التراقية، بيسموه ايه؟ كريكو تراكيال ليجامنت، كريكو تراكيال ليجامنت بين الكريكويد وبين الفيرست رينج بتاعت التراكي. اهو ادي الفيرست رينج بتاعت التراكي. بعد كده عايز اوريك الهايو ايبيجلوتيك ليجامنت، انا لسه موريهولك اصلا من شويه، قلت لك ده ليجامنت متعلق فيه الابيجلوتس، لسان المزمار، لسان المزمار مش متساب كده لوحده، لا ده متعلق بحبل من فوق، الحبل ده ماسكه في الهايويد بون، اسمه هايو ابيجلوتيك ليجامنت، الليجامنت ده اسمه هايو ابيجلوتيك ليجامنت. طبعا مدي اتاتش للابيجلوتس، ماسكه فين؟ ماسكه في الهايويد بون فوق، وماسك في الثايرويد بثايرو ايبيجلوتيك ليجامنت، يعني ماسك فوق في الهايويد بون بهايو ايبيجلوتيك ليجامنت، ماسك تحت مكان ما هو ماسك بالثايرو ايبيجلوتيك ليجامنت من اسمه ثايرو ثايرويد كارتليج، والايبيجلوتيك ده اللي هو الايبيجلوتس، وزود عليهم كلمة ليجامنت، يعني من اسمه هتعرف.
طب الانترنسيك ميمبرينز بقى او الليجمنت. انترنسيك ميمبرين يعني ايه؟ يعني لازم عشان اشوفهم لازم ادخل جوه، يعني لازم ادخل جوه الحنجرة جوه اللاركس عشان اشوفهم، انما الاكسترنسيك كنت بشوفهم من بره عادي، انما الانترنسيك لازم ادخل جوه عشان اشوفهم. اولا يا دكتور عندنا ايه؟ عندنا كوادرانجولار ميمبرين وعندنا الكريكو ثايرويد ليجامنت، كريكو ثايرويد ليجامنت والكوادرانجولار ميمبرين. اول واحد اللي هو الكوادرانجولار ميمبرين ده لو بصيت عليه هتلاقي شكله كوادرانجولار فعلا، يعني هو متسمي عشان شكله كوادرانجولار ميمبرين. كوادرانجولار ميمبرين، الكوادرانجولار ميمبرين ده زي ما انت شايف ماسك فيه الابيجلوتس وماسك فيه الاريتينويد، ماسك فيه الابيجلوتس اهو وماسك فيه الاريتينويد، ادي الاريتينويد وادي الابيجلوتس، ومن فوق بيتخن شوية، من فوق بيتخن شوية. طب هيتخن ليه يا دكتور؟ هقولك عشان يعمل الاري ابيجلوتك فولد. انا من شوية قلتلك الاري ابيجلوتك فولد ده اللي مغروز جواه او اللي جواه ايوان الكيوني فورم والكورنيكيوليت كارتليج بيعملوا له دعامة. طيب معمول بقى بايه الاري ابيجلوتك فولد ده؟ معمول بالسوبيريور بارت بتاع الكوادرانجولار ميمبرين، تخن فعمل لك الايه الاري ابيجلوتك فولد. من تحت هيعمل لك الفولس فوكال كورد، عندنا الفوكال كورد واحد فولس وواحد ترو، ده الفولس فوكال كورد. الفولس فوكال كورد، الفولس فوكال كورد ده يا سيدي ماسك من الاريتينويد واصل فين زي ما انت شايف. طيب بعد كده الترو فوكال كورد، الترو فوكال كورد ده معمول بالكريكو ثايرويد ليجامنت، كريكو ثايرويد ليجامنت تخن من فوق، ولما تخن من فوق عمل الفوكال ليجامنت او الفوكال كورد او الترو فوكال كورد. يبقى زي ما انت شايف الفوكال كورد ماسك فين؟ ماسك في الفوكال بروسيس بتاعت الاريتينويد، اهي الفوكال بروسيس بتاعت الاريتينويد، انما ده الفولس ماسك فوق، ماسك في الاريتينويد من فوق، انما ده ماسك فين؟ في الفولس، في الفوكال بروسيس بتاعت الاريتينويد. بعد كده عايزين نشوف اللارينجيال فولد. ايه يا دكتور الاسفنكترز دي او الفولدز دي؟ هقول لك الفولدز دي هي المحابس بتاعت اللاركس، هي الاسفنكترز بتاعت اللاركس، عرفنا منهم فولد وهو الاري ابيجلوتيك فولد. الاري ابيجلوتيك فولد اهو ده الاري ابيجلوتيك فولد، اري ابيجلوتيك فولد ده اول فولد معانا. بعد كده معانا اتنين فولد كمان، هما الفولس فوكال كورد والترو فوكال كورد، الفولس فوكال كورد والترو فوكال كورد. طبعا احنا عارفين ان ده الاري ابيجلوتيك كان معمول بالجزء اللي فوق، اللي كان الجزء اللي فوق خالص بتاع الكوادرانجولار ميمبرين تخن فعمل الاري ابيجلوتيك فولد. وبعد كده عرفنا ان الفولس ده الجزء التحتاني بتاع الكوادرانجولار لما تخن عمل الفولس فوكال كورد. شاطر ممتاز والله، الفولس فوكال كورد. وعندنا الترو فوكال كورد وده المسؤول عن عملية الفونيشن او عملية اخراج الكلام. ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم ان الفوكال اللي هو الترو طالع من البروسيس اللي اسمه فوكال بروسيس بتاع الاريتينويد، وانا قلت لك على ده من شوية. اظن سهلة كده الموضوع ابتدى يوضح قدامنا. عندنا موضوع اسمه اللارينجيال انلت، اللارينجيال انلت فتحة اللارينجيال او فتحة اللاركس او بداية اللاركس. اللاركس بتبتدي بايه يا دكتور؟ اولا عندنا من قدام اهو ده الابيجلوتس،
دي فتحة اللاركس، دي اللارينجيال انلت، من قدام الإبيجلوتس، من الجنب من هنا الاري ايبيجلوتيك فولد، وهنا الاري ايبيجلوتيك فولد، يعني من اللاترال يا دكتور يمين وشمال الاري ايبيجلوتيك فولد. طب من قدام الابر مارجن بتاع الايبيجلوتس بتاع لسان المزمار. طيب بوستيريور اللي بقى يا دكتور، ده الميوكس ممبرين اللي متوصل بين الاتنين اريتينويد، يعني ورا هنا اتنين اريتينويد، غضروفين اللي اسمهم الاريتينويد. طيب الاتنين الاريتينويد دول ما بينهم ميوكس ممبرين، يبقى الانلت بتاعت اللاركس قدام الابيجلوتس، على الجناب الاري ايبيجلوتيك فولد، ورا الاريتينويد بالميوكس ممبرين، الاريتينويد بالميوكس ممبرين. طب الكافيتي بتاع اللاركس بيمتد منين لفين؟ بيمتد من اباف عند الانلت بالظبط، من على الانلت هنا. طيب اخره فين؟ اخره يا سيدي، ما انا لسه قايل لك في اول الفيديو خالص، اخره عند الكريكويد كارتليج، اللور بوردر بتاع الكريكويد كارتليج اللي هو عند C6. طيب الفولدات عندك الفيستيبولار فولد قلناه، وعندك الفوكال فولد قلناه، يبقى احنا كده ماشيين تمام. المسلز بقى بتاعت اللاركس ما فيهاش اي حاجة خالص، هي مش علينا اساسا، هي جوست اسامي، يعني هو مش موضح لك غير عضلتين والباقي جوست اسامي، ومن الاسم اساسا هتعرف الاوريجين بالانسيرشن، هتعرف كل حاجة. اول عضلة احنا اتكلمنا عنها وقلنا ان دي كانت بتاعت الكريكوثيرويد، اتكلمتك انا عنها في الاول خالص وقلت لك اللي بين الكريكويد وبين الثيرويد. طيب العضلة اللي انا عايز اكلمك عليها دلوقتي اسمها البوستيريور كريكو اريتينويد، من اسمها برضه يا دكتور ماسكة في ايه؟ ماسكة في الكريكويد والاريتينويد، مش محتاجة اي فقاقة، ماسكة فين؟ في الكريكويد والاريتينويد، في الكريكويد والاريتينويد بس. هي الوظيفة بتاعتها اللي انا عايز اوريها لك. بص يا سيدي، شفت عملت ايه؟ تاني، بص بوستيريور كريكو اريتينويد عملت ايه؟ تاني، بص البوستيريور كريكو اريتينويد دي بتعمل ابدكت للفوكال كورد عن طريق ان هي بتلف الاريتينويد اللي هو الكارتليج اللي اسمه اريتينويد، بتلفه لاترال، فبتعمل ابدكت. ابدكت بي يعني ابعاد، بي مع بي، ابدكت يعني ابعاد، بتبعد الاتنين فوكال كورد عن بعضهم. كون ان هي بتحرك الاريتينويد بتلفه لاترال، يبقى هي بتحرك الاتنين فوكال كورد ابدكت، يبقى البوستيريور بتعمل ابدكت، بتعمل ابعاد. طيب بعد كده عندك الحركة اهي قدامك، بتلف الاريتينويد لاترال فبتعمل ابعاد. اللاترال كريكو سيرويد بص بتعمل ادكت، اللاترال كريكو سيرويد بتعمل ادكت، بتعمل ايه؟ ادكت. انما البوستيريور كريكو اريتينويد بتعمل ابدكت، انما اللاترال كريكو اريتينويد بتعمل ادكت، بتعمل تقريب، بتقرب الاتنين فوكال كورد من بعضه. عندك بقى عضلات تانية زي عندك في عضلة زي الثايرو ايبيجلوتيك مسل، ماسكة في الثايرويد وفي الايبيجلوتيك، ثايرو ايبيجلوتيك مسل، وعندك الثايرو اريتينويد مسل، ماسكة في الثايرويد والاريتينويد. عندك بعد كده اللاترال كريكو اريتينويد مسل، ولسه شايفينها فيديو لاترال كريكو اريتينويد مسل، وعندك الكريكو ثايرويد مسل، كريكو ثايرويد مسل.
وفي الاري ايبيجلوتيك مصر اللي هو الاري ايبيجلوتيك فولد. تاني يا دكتور، عندك هنا البوستيريور كريكو ثايرويد، البوستيريور كريكو اريتينويد مصر، بوستيريور كريكو اريتينويد مصر ماسكه في، ماسكه في الكريكويد كارتليج والاريتينويد. طيب الكريكو ثايرويد ماسكه في الكريكويد والثايرويد. طب اللاترال كريكو اريتينويد ماسكه في الكريكويد والاريتينويد، اظن سهله ما فيهاش اي حاجه. طب الثايرو اريتينويد ماسكه في الثايرويد والاريتينويد. طيب الثايرو ايبيجلوت ماسكه في الثايرو اللي هو الثايرويد وفي الايبيجلوت، اظن ما فيهاش اي حاجه سهله خالص. البلاد سبلاي بتاع اللاركس، البلاد سبلاي بتاع اللاركس الكتاب فيه رسمه جميله بصراحه في النيرف سبلاي وفي الارتيريال سبلاي. عندك ده السوبيريور لارينجيال ارتري، السوبيريور لارينجيال ارتري ده لو خدت بالك طالع من السوبيريور ثايرويد ارتري، سوبيريور ثايرويد ارتري طالع منه السوبيريور لارينجيال ارتري، وتحت طالع الانفيريور لارينجيال ارتري، ادي السوبيريور ثايرويد ارتري وادي طالع منه ايه السوبيريور لارينجيال ارتري، طالعين من الاكسترنال كاروتيد. تعرف الاكسترنال كاروتيد بيدي السوبيريور ثايرويد والسوبيريور ثايرويد يدي سوبيريور لارينجيال، يبقى الاكسترنال كاروتيد فوق اهو متعلم عليه فوق اهو باللبني، اكسترنال كاروتيد ادى سوبيريور ثايرويد ارتري، ادى سوبيريور لارينجيال ارتري. بعد كده عندنا ادي السوبيريور لارينجيال ارتري بيخش اللاركس مع الانترنال لارينجيال نيرف عن طريق الايه الثايروهيويد ممبرين، زي ما قلت لك من شويه بيخرمه الممبرين اللي اسمه ثايروهايويد بين الثايرويد وبين الهايويد، تمام. بيسبلاي الابر وان، الابر نص اوف اللاركس، يعني الابر هاف بتاع اللاركس النص الفوقاني. تاني ارتري معانا اللي هو الانفيريور لارينجيال ارتري، الانفيريور لارينجيال ارتري جاي منين برضو؟ جاي من الانفيريور ثايرويد ارتري، جاي من الانفيريور ثايرويد ارتري. جاي منين الانفيريور ثايرويد ارتري؟ مش جاي بقى من السوبيريور، كان جاي من الاكسترنال كاروتيد، انما الانفيريور ثايرويد جاي من الثايرو سيرفايكال ترانك، من الثايرو سيرفايكال ترانك اللي طالعه من السب كليفيان ارتري، يعني السب كليفيان ارتري ادى ثايرو سيرفايكال ترانك، ادى انفيريور ثايرويد، الانفيريور ثايرويد ادى انفيريور لارينجيال، تمام كده. تاني السب كليفيان ادى ثايرو سيرفايكال، الثايرو سيرفايكال ادت انفيريور ثايرويد والانفيريور ثايرويد ادت انفيريور لارينجيال، انما فوق الاكسترنال كاروتيد ادى ادى سوبيريور ثايرويد والسوبيريور ثايرويد ادى سوبيريور لارينجيال. الليمف درينج، الليمف درينج بتاع اللاركس كنا مقسمين اللاركس ل سوبرا جلوتك وسب جلوتك وجلوتك، سوبرا جلوتك وسب جلوتك وجلوتك. السوبرا جلوتك كانت بتدرين الليمف بتاعها في الابر ديب سيرفايكال ليمف نود، في الابر ديب سيرفايكال ليمف نود، يعني كانت بتدرين في منطقة معينة ومنطقة مش كبيرة، ما مش بتدرين في حاجات كتير. طب ايه موضوع حاجات كتير ده؟ هقولك عليه دلوقتي، اصبر. الساب جلوتك بقى بتدرين في حاجات كتير قوي، زي الباراتراكية الليمفنود، بريتراكية الليمفنود، بري لارينجا الليمفنود، اللور ديب سيرفايكال الليمفنود، كل الاماكن دي بتدرين فيها الساب جلوتك اريا. طيب يا دكتور الجلوتيك اريا، الجلوتيك اريا نو ليمفاتيك درينج، ده كلينيكال بتستفيد منه في ايه؟ هقولك
في التيومرز، في السرطانات. السرطان اللي بيجي ساب جلوتك بيبقى عنيف، عنيف جدا ساب جلوتك. ليه؟ لانه ليه لينف درينج كتير جدا، واسع جدا، هتلاقي اكتر من لينف نود افكت. فالساب جلوتك اعنف من السوبرا جلوتك، لان في لينف نود كتير جدا هتبقى افكتد وهتتأثر بالسرطان او بالكانسر والتيومر. انما الجلوتك اريا يعني سرطان كويس شوية. ليه؟ لان ملهاش لينفاتيك درينج، مش هينتشر في اي لينف نود موجودة. ليه؟ لان ملوش لينفاتيك درينج، فيعتبر احسن او احسن بروجنوزس للسرطانات في الاماكن التلاتة في الحنجرة اللي هو الجلوتك، اللي هو الجلوتك. ليه؟ لان ملوش لينفاتيك درينج. اخر حاجة بقى معانا وهي النيرف سبلاي. النيرف سبلاي في سنسوري وفي موتور. الموتور كل العضلات الانترنسك، كل الانترنسك ماسل بتاعت اللاركس بتتغذى بالريكارنت لارينجال نيرف، ما عدا الكريكو سيرويد بتتغذى بالاكسترنال لارينجال نيرف. كل عضلات اللاركس الانترنسك بتتغذى بالريكارنت لارينجال نيرف ما عدا الاكسترنال لارينجال نيرف، بيغذي الكريكو تايرويد. كل عضلات الريكورنت لارينجال نيرف كل عضلات الانترنسك ماسل بتاعت اللاركس بتتغذى بالريكورنت لارينجال نيرف ما عدا الكريكو تايرويد، بتتغذى بالاكسترنال لارينجال نيرف. عايزك تكررها طول ما انت قاعد دلوقتي او انت قاعد في الشقه ماشي كده، رايح الحمام، جاي من الحمام، كررها. كل عضلات الانترنسك مازل بتاعت اللاركس بتتغذى بالريكورنت لارينجال نيرف ما عدا الكريكو ثايرويد، بيتغذى او بتتغذى بالاكسترنال لارينجال نيرف. طب السنسوري بقى يا دكتور؟ السنسوري اولا عندك فوق الفوكال كورد وتحت الفوكال كورد. فوق الفوكال كورد ده داخل فيه الانترنال لارينجال نيرف. بص ادي السوبيريور لارينجال نيرف جايه، والرسمه دي جميله. السوبيريور لارينجال نيرف هيتقسم لاكسترنال لارينجال نيرف وانترنال لارينجال نيرف. الانترنال لارينجال نيرف هيخرم الثايروهايويد، هيخرم الممبرين اللي بين الثايرويد وبين الهايويد ويخش جوه. ده سنسوري، ده برانش من السوبيريور لارينجال بتاع الفيجاس. انما الاكسترنال لارينجال راحها فين؟ راحها فين؟ ايوه عضله اهي، عضله اهي، عضله اهي، ايوه كان اسمها ايه؟ الكريكو ثايرويد. الاكسترنال لارينجال هيروح يغذي الكريكو ثايرويد. الاكسترنال لارينجال هيروح يغذي الكريكو ثايرويد. انما الانترنال لارينجال هيخش جوه يشيل سنسوري. سنسوري فوق الفوكال كورد. طب تحت الفوكال كورد الريكارنت لارينجال نيرف. الريكارنت لارينجال نيرف ده جاي من الفيجاس دايركت. كل عضلات الانترنسك ماسل بتاعت اللاركس بتتغذى بالريكورنت لارينجال نيرف ما عدا الكريكو ثايرويد مسل بتتغذى بالاكسترنال لارينجال نيرف. فوق الفوكال كورد انترنال لارينجال نيرف، تحت الفوكال كورد ريكورنت.